على سيدي عبد الملك وعلى أبوه وعلى جد رحمة الله ترحمهم برحمة الأبرار، وعلى كل من من آل البيت وعلى كل الهاشمين وعلى كل، اللهم صل علي وعلى أهلي. الفجر يا أولادي نعمة من نعم الله أرسلها لليمني. أقول لكم ليش؟ لأنه إذا وقعتوا أغنياء ما عاد بات روحوش عند آل البيت، ولا عاد بات قعوا جنود، ولا بات حاربوا عليهم. فإن الفقر بعض الناس يجي يشتكي ويقول إحنا فقيرين نهبونا نصبونا. الفقر هو نعمة، الفقر هو نعمة، لأنه يجعلك تسبح بآل البيت ليل ونهار وما عتريح تقاتل، وهذا عيخليكم تزيدون الخيط وترد على آل البيت وتمكنه. وانت فالله سبحانه وتعالى جعل لكم هذا الطرق، طرق أخذ أموالكم بهذا للجهاد، يعتبر نعمة من النعم التي أنعم الله عليكم أيها اليمنيين، وجعل هذه النعمة على أيدي آل البيت. أحسن ما ينهب دحين، إيش رأيكم أنتم؟ ينهبوكم آل البيت أو لا يجي واحد يهودي نصراني ولا سعودي ينهبكم؟ اتقوا الله، اتحمدوا الله، وتشكروا أنه الله سبحانه وتعالى خلاكم فقراء وبيستنزف لخدمة آل البيت. وعادش أحسن ما يجي واحد من آل البيت ينهبني. الله، والله أنا أتمنى، أتمنى أن أنا ما أناش من أهل البيت وأن واحد من أهل البيت ينهبني. يا ريت يا ريت. الحمد لله على كل قضاء الله وقدر. مثلكم يا يمني، كيف أنتم مرتاحين؟ بينهبوكم أهل البيت وأنتم أجر أجر أجر. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا الدولة هي المكلفة بضبط المحتارين. يا شيخنا الدولة، كيف هذا السؤال؟ هذا السؤال ما هو؟ ايش يسألك؟ الدولة هي مكلفة بضبط المحتالين. أكيد 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 هي مكلفة أني تضبط المحتالين والنصابين، أكيد. طيب أنا مواطن. ألف ألف مبروك، والله أننا أتمنى أننا أكون مواطن مثلك. يعني مواطن ويهب أرضي وما قدرت أرجعه. اشتكي للدولة. ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. ليش؟ اللي نهب الأرض حقي واحد اسمه شرف الدين هاشم العياني. هذا موضوع فيه نظر. معنا اتصال. ألو. معك الفندم شرف الدين هاشم العياني. هذه نهبت هذه. اهلا يا فندم، حياك الله. نهبت ايش؟ احس ان جوابك كان ضعيف. والله ان عادنا الان بنجهز كلام قوي على اساس اسنتف ابو. ايوه، وقدك ناسي ان كل شيء حقنا. لا ما نسيت، من قال انا نسيت؟ هذا مع المفروض ان اليمنيين يجيبوا لآل البيت زكاة وبيت واراضي وكل شيء، ما بش داعي ان اي واحد يشتكي. أنتوا أصلا مأجورين، وأنت بالذات يا سيدي مدري من شرف الدهاشم العياني، أنت مأجور لأنك فعلا نهبت وساعدت اليمني أنه يرجع يكون تحت إمرة آل البيت. أنت مأجور بالذات أنت، ولا عليك إذ، بالعكس أنت مأجور أجر الأجير الأنجرانة. ومعنا اتصال. أنا أحمد محمد الشامي. أخذت على واحد قبيلي ثنتين عماير، هل علي إثم؟ بالعكس، الله يوفقك، انطلق بس، الله يوفقك. أنا أسأله وادعيه. الله يوفقك. الجيم إن شاء الله. ومعنا اتصال. ألو. أيوة، أنا معك محمد المتوكل. حياك الله يا سيدي محمد. بالله دينت من واحد يمني فلوس كثير. وتصدق انه جاي يطلبها مني؟ اش من قلة حياة، اش من دينك ويطلبك؟ عليهم راضي بيد.
يا اخي اتقوا الله يا جماعه الخير، خافوا عتشي دين عتشي اسلام، تدين واحد من اهل البيت وتطلبه ايش عاد تقول لي جدي رسول الله يوم القيامه حن يقول لك جيت تطلب من اتقوا الله، هو في النار يا سيدي هو في النار. معنا اتصال. يعني يا شيخ سرقتنا ونحن كيف يعني تقول السلام عليكم يا سيدي ولا كذا؟ السلام عليكم يا سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. ترى إنه أقول لك سيدي ولكن يلا إيش قلت؟ ولا حاجة ولا شيء. تفضل. يعني سرقتنا ونحبنا كمنين فيها أجر؟ نعم مأجورين ذي فعل ذلك مأجور، مأجورين فيها أجر كبير. ونحن كمنهوبين ومسروقين لنا أجر ولا لا إذا صبرنا؟ أجر إيش؟ ولا لكم أي أجر، هذا واجبكم، هذا واجب. واجبنا نسرق وننهب وإحنا ساكتين. أيوة أنت الله على مخرج تخلي يلعني هكذا ولا تفعل طين 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 خصف الله هو هكذا عند ما يدو مخرج مشو من أهل البيت كاير حنجو. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول لك تفضل. أنا سرقت حاجات كثير وما أقدر أقول لك اليوم لي. يوم اليوم يوم مش اسمها سرقة يا سيدي احترق اسمها أخذت حقي. أخذت حقي بأساليب مبتكرة جديدة. مثل إيش؟ ما أقدر أقول لك أمانة. مثل إيش؟ فعلمونا علمونا يا سيدي علمونا. أنا أقول لك لما أكون وحدنا. طيب وحدنا طيب مثل إيش مثلا؟ تواصل معك على الخاص. طيب ما بس يقول ها اي طيب ايش افعل؟ على الخاص على الخاص اجي لك يعني عالخاص. طرق مبتكره ايه اها يقول سيدي سيدي عبد الملك من ابتكر طريقة في نهب النواصب فله الاجر الكامل دون نقصان كيوم الشاهلة واستنفذ الناس ماهرا بطريقة مبتكرة. يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.